نقيب المزارعين بقصب السكر بقنا. سيادة اللواء أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا حضرتك يا فندم. حضرتك طبعا أكيد سمعت المشكلة يا فندم. طبعا المشكلة حضرتك دي ظهرت بعد إعلان الحكومة حضرتك بالسعر الجديد اللي هو زيادة السن الأصل من 400 ل 500 جنيه حضرتك، دون الرجوع للمزارعين حضرتك أو للنقابة الممثلة للمزارعين الأصل. اتخذ القرار حضرتك في المكاتب بعدم التواصل ومعرفة السعر التكلفة الحقيقية للفدان. أمال حطوها على أي أساس يا سيادة اللواء؟ زي أي سياسة حضرتك بتطلع وبعد كده لما بتيجي توقع على تحطيها على أرض الواقع تبص ليها إن هي خاطئة. من لحظة صدور القرار حضرتك بدأنا إحنا مع المزارعين نشوف ردود الفعل معاهم، لقينا إن المزارع حضرتك رافض هذا السعر لأنه حضرتك الفدان بيتكلف من 20 ل 21 ألف جنيه من ساعة ما تزرعيه لغاية نهاية السنة. احنا عارفين الزرع القصب بيقعد سنة كاملة في الأرض حضرتك، يعني أنا باخد محصوله آخر السنة حضرتك. هذه التكلفة حضرتك لما تيجي في متوسط إنتاج القصب من 35 ل 40 طن حسب ما طلعت الشركة حضرتك، هتلاقي إن المزارع ما فيش أي عائد عليه، ونتيجة لذلك المحاصيل الأخرى ارتفعت بشكل رهيب، وده بيهدد حضرتك احنا بنقولها بيهدد بصناعة القصب في مصر اللي هو يعتبر نمرة واحد في الزراعات في جمهورية مصر العربية. وعشان كده حضرتك احنا لجأنا لكل المسؤولين اللي صنع زي مين يا فندم؟ زي مين يا سيادة اللواء؟ هقول لحضرتك اللي صنع الأزمة دي على الحكومة. قلنا من الشهر حضرتك ان في ازمه بدات بس الحكومة ازاي الحكومه يعني ازاي الحكومه ما استجابتش، وان المفروض ان احنا عندنا ازمه في السكر وان قصب السكر ده من احد مصادر السكر في مصر. حضرتك عملنا 5 اجتماعات على مرأى ومسمع من الجهات الحكوميه والجهات الامنيه، وابلغنا الجهات ووزاره الزراعه اللي هي المسؤول الرئيسي عن مزرعة القصب، ولدرجة اني انا رحت لهم في وكلاء الوزارة وما كفيتش، رحت مكتب السيد الوزير وابلغتهم بان وزير مين يا فندم؟ وزير ايه؟ وزير الزراعة. اتفضل. الاسبوع اللي فات قلت لهم هناك مشكلة على السطح تطفو، خلال هذا الاسبوع لو سمحتوا حاولوا تحلوا المشكلة قبل بداية المصانع وموعد تشغيل المصانع. لم يحرك ساكن في اي مسؤول في وزاره الزراعه. طب بقول لحضرتك يا سيادة اللواء، هل المزارعين بالفعل هددوا الى تحويل القصب السكر الى اعلاف؟ هو حضرتك معلش يعني انا ما اقدرش احول هذا المحصول، يعني هو كلام نتيجه عن غضب داخل لعدم التواصل حضرتك. خلينا واقعيين. لا بس هي حقوق مشروعه، هي حقوق مشروعه يا سيادة اللواء لما يكون تكلفه انا حق مشروع حضرتك. بس انا لما اكون منفعل ممكن اقول كلام ما اقدرش، يعني القصب ده محصول استراتيجي للبلد. والمزارع زي ما قال الاخ الفاضل قبليه حضرتك نمره 2 بعد الجندي اللي واقف على خط الحدود، ده بيدافع على ارضه من بره وانا بدافع على ارضي داخليا. الموظف الحكومي ممكن حضرتك يزوق طول الشهر او في الشهر او السنه وباخر السنه هيجي له مرتبه، اخر الشهر هيجي له مرتبه. انا كمزارع ما كنتش كل يوم في زرعي مش هاخد منه حصاد حضرتك. طيب سياده اللواء انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني اعضاء مجلس النواب المفروض اللي هم المنوط بيهم ان هم يبقوا لسان المواطنين، عملوا ايه؟ حضرتك احنا اعضاء مجلس النقابه حضرتك لم نتواصل مع احد غير عضو فقط واحد اللي هو عضو مجلس عن اسمنا الاستاذ خالد مجاهد. عمل ايه؟ كان لنا لقاء حضرتك برضه في القناه الاولى وطالبنا نفسي، يعني حضرتك اديكي مثال، قناه رسميه قناه الحكوميه طالبنا من حوالي اسبوعين وحارتنا المشكله حضرتك، وعضو مجلس نواب من عن الحكومه وانا ممثل رئيس نقابه مزارعين القصب، ولا حياه لمن تنادي. طيب ولا اي ما فيش مسؤول، يعني السيد وزير الزراعه حضرتك ما هو المفروض انه يحصل مشكله اكبر من مشكله في محصول القصب انه هو ينتقل للمزارعين او بلاش ينتقل، يبعث مسؤولين للاجتماع مع المسؤولين ويشوف مشاكلهم. طيب يهديهم. طب سياده اللواء مختار فكري نقيب مزارعي قصب، انا كل الشكر وان شاء الله يعني هنتواصل مع المسؤولين بينضم